بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل بإذن الله أول درس في الجبر، وهو عن التباديل. كنا شرحنا أكثر المثال في الدرس الأول، فنكمل النهاردة إن شاء الله بعض الأمثلة. وهنبدأ إن شاء الله، هنبدأ بإذن الله عن القوانين. هنا في قوانين للتباديل، فأول قانون وهو إن نون وهو عدد صحيح موجب تباديل ر، ور أيضا عدد صحيح موجب، بيساوي تباديل نون لام ر بيساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين، ويستمر نطرح من نون ناقص واحد لحد ما نصل، حتى نصل إلى نون ناقص ر زائد واحد. ده أول قانون معنا في التباديل. تاني قانون في التباديل، إن لو نون، تاني قانون إن نون لام نون، نون تباديل نون هي عبارة عن مضروب نون، اللي هو عبارة عن تقرأ مضروب نون عبارة عن نون في نون ناقص واحد حتى نصل إلى رقم، وهو 4 في 3 في 2 في 1. النقطة الثالثة أو القانون الثالث، وهو نون تباديل ر. نون تباديل ر في قانون وضع عنها بيمثل بمضروبين، البسط عبارة عن مضروب نون، والمقام نون مضروب نون ناقص ر. طيب القانون الرابع وهو نون تباديل واحد بتساوي نون. طيب القانون الخامس وهو نون تباديل صفر عبارة عن واحد. القانون السادس، مضروب الصفر عبارة عن واحد، وسابعا مضروب الواحد عبارة عن واحد. في بعض الملاحظات الهامة، في بعض الملاحظات الهامة واحنا بنشتغل مع التباديل. أول ملحوظة، لو كان عندنا لو كان عندنا مضروب نون، ولكن هنا مضروب نون، من في قانون أيضا بيقول إن نون عبارة عن نون في نون ناقص واحد. معنى هذا الكلام إن مضروب نون أصلا بيساوي نون في نون ناقص واحد في نون ناقص اتنين في نون ناقص تلاتة، يستمر الطرح حتى نصل إلى رقم، وهو هذا الرقم 4 في 3 في 2 في واحد. طيب لو المقدار، هذا المقدار لو أخذناه ممكن نستعيد عنه بمضروب نون ناقص واحد، يبقى مضروب نون هو عبارة عن نون تطلع برا المضروب، ويبقى يتبقى مضروب نون ناقص واحد. في ملحوظة، الملحوظة بتقول إن لو كان مضروب أو نون تباديل ر تساوي نون تباديل ه، يبقى إذن الر تساوي ه. طيب إذا كان أيضا الملحوظة التانية، إذا كان سين تباديل ر تساوي صاد تباديل ر،
يبقى نستنتج من هذا الكلام ان سين تساوي صاد، هو المطلوب اثباته. ده ملاحظتين هامتين. يبقى اذا الملاحظة الاولى بتقول ان لو كان النون تبادل ر تساوي النون تبادلها، يبقى اذا ان الر هذا الرقم يساوي هذا الرقم اللي ر بيساوي لها. والملاحظة التانية لو سين تبادل ر ده رقم وليكن 2500، هذا الرقم بيساوي رقم 2500، يبقى اذا السين هذا الرقم يساوي هذا الرقم لان ر تساوي ر وهو رقمين متماثلين. هنبدأ في الأمثلة على التباديل. أول مثال معانا بيقول حل المعادلة نون زائد اتنين تباديل تلاتة، دي نون زائد اتنين، هذه المعادلة بتساوي 42 نون. إذن الحل نون زائد اتنين تبديل تلاتة عبارة عن انفكها لو فكناها هتساوي نون زائد اتنين في نون زائد واحد في نون بتساوي 42 نون. هنا طرف أيمن، ده كله طرف أيمن، نون زائد واحد في نون زائد اتنين في نون، النون هتطير مع النون هتبقى 42 في الطرف الأيسر، وهنا في الطرف الأيمن نون زائد اتنين، نون زائد اتنين ونون زائد واحد. لو لاحظنا ان نون زائد اتنين في نون زائد واحد ده عبارة عن نون زائد اتنين تبديل اتنين بتساوي 42. 42 عبارة عن 7 في 6 اللي هي عبارة عن 7 تباديل 2. وهنا استنتج ان نون زائد اتنين بتساوي 7، وهنا لان نون زائد اتنين تبديل اتنين بتساوي 7، تبديل اتنين الاتنين بتساوي الاتنين، يبقى النون زائد اتنين بتساوي 7. ومن هنا نستنتج ان النون تساوي 5، وكده اوجدنا قيمة النون. هنشوف مثال اخر. المثال المثال أول مثال المقدمة بتقول سين زائد صاد عبارة عن تباديل 5 بتساوي رقم، هذا الرقم هو 7,6720، وتباديل سين ناقص صاد عبارة عن 720. أوجد قيمة سين وصاد. فهنبدأ نشد خط بهذا الشكل يقسم مسألة نصين. في معطى أول هنستفيد منه بإيجاد معادلة في سين وصاد، ومعطى تاني نستفيد منه بإيجاد معادلة في سين وصاد. 6,720 لو حللنا هذا الرقم هنجد إن هو 8 في 7 في 6 في 5 في 4، يعني عبارة عن 8 تباديل 5. يبقى إذن سين زائد صاد عبارة عن سين زائد صاد عبارة عن 8، ودي عبارة عن معادلة رقم 1. بانتقال للطرف الآخر مضروب سين ناقص صاد عبارة عن 27 عبارة عن معروفة اللي هي مضروب 6، ممكن تتحلل بهذا الشكل على الواحد زي ما قلنا الدرس اللي فات. ف27 على 2 ف360، على 3 فيها 120، على 4 فيها 30، على 5 فيها 6، على 6 فيها 1. يبقى وجدنا، ودي الطريقة لإيجاد أي مضروب أي رقم، يبقى وجدنا إن السين ناقص صاد عبارة عن 6 بمساواة الطرفين، ودي معادلة رقم 2. إذا كان يبقى إذا أصبح لدينا معادلتين بجمع المعادلة 1 و2. بإذن بجمع المعادلتين 1 و2 يتضح لدينا إن 2 س عبارة عن 14، ومن هنا السين تساوي 7. هنعوض في أي معادلة من الاتنين، يبقى الصاد هتساوي 1، وبذلك وجدنا قيمة سين وصاد. ممكن يضيف أيضا يذكر لك أجد وليكن سين تباديل
اتنين صاد، تبقى بهذا الشكل 7 تباديل 2 في 1، يعني 7 تباديل 2 يعني 7 في 6 اللي هي عبارة عن 42. انتقل الى مثال اخر وان شاء الله يكون اخر مثال. لو شفنا عندنا كده مسألة بسيطة بهذا الشكل، بيقول لك ان النون، نبدأ مثلا هنا، النون تباديل 3 عبارة عن 720. طيب 720 دي لو حليناها مثلا على جنب هنا، 720 دي عبارة عن وليكن على 10 فيها 72 على 9 فيها 8 على 8 في الواحد، لأن بندور زي 720 نحللها إلى 3 أرقام، فوجدنا إن 10 في 9 في 8 في 27، فنقول إن نون تباديل 3 عبارة عن 10 تباديل 3، وبمساواة الطرفين يبقى النون بتساوي 3، وهذا هو المطلوب إثباته. وبكده يبقى انتهينا من درس التباديل. انتقل في الدرس القادم بإذن الله. إلى التوفيق.